بونجور، النهاردة هنعمل ريفيزيون على يونيتي 2 اللي خدناها المرة اللي فاتت، اللي هي بتاعت السوبر بوزيسيون والموديل. هنعمل ريفيزيون عليها وندخل في يونيتي 3 ان شاء الله. هنعمل ريفيزيون سور يونيتي 2، فهنقول اول حاجة كومبليت، وعندنا جمل مهمة جدا للكومبليت لازم نخلي بالنا منها. قبل كده قلنا انه ما ينفعش شكلين مختلفين يكونوا سوبر بوزابل لبعض، عشان كاري يكون سوبر بوزابل الحاجة لازم يكون سوبر بوزابل الكاري، وعشان ريكتانجل يكون سوبر بوزابل الحاجة لازم يكون سوبر بوزابل الريكتانجل، وعشان تريانجل يكون سوبر بوزابل الحاجة لازم التريانجل، طبعا بشروط معينة بس لازم يكونوا زي بعض في الاول. يبقى لي دو كاري سون سوبربوزابل سي لو كوتي دو لان ايجال. امتى اتنين كاري يكونوا زي بعض؟ لو كوتي في واحد فيهم ماله ايجال لو كوتي دو لاتر، بيساوي الكوتي بتاع التاني. لو حد مش هيعرف يجيبها بالفهم يبقى مضطر يحفظها، بس احنا مش عايزين نحفظ في المات، احنا عايزين نفهم. لي دو كاري سون سوبربوزابل، امتى اتنين كاري يكونوا قد بعض او زي بعض بالظبط؟ ما هو لو كوتي واحد هنا قد كوتي واحد هنا خلاص بقوا كلهم قد كلهم. يبقى سي لو كوتي دو لان، كوتي بتاع واحد فيهم ايجال لو كوتي دو لاتر، هي نفس لو كوتي دو بدل لان لاتر، يعني زي في الفرنسي بالظبط. دو بوليجون سون سوبربوزابل، اثنين بوليجون مختلفين كده ليهم كوتيات كتير، امتى يكونوا سوبربوزابل لبعض؟ قلنا لو سي لي كوتي اي لي زانجل كورسبوندون، يعني الملائمين لبعض، يعني كوتي ده زي انه في التاني كده، كورسبوندون لقصاد بعض يكونوا ايجال، لو الكوتيهات والانجلات ايجال لبعض. لو تريانجل ايكويلاترال، واتفقنا وخدنا وقلناها في الفيديو اللي محطوط على الجروب لانواع التريانجلات عموما، ان التريانجل الايكويلاترال ده اللي عنده تراك كوتي قد بعض، عنده كام اكس دي سيمتري؟ التريانجل ده ممكن اقسمه كده، ممكن اقسمه كده، وممكن اقسمه كده، لان كل حاجه فيه قد بعض، يبقى عنده تروها اكس دو سيمتري. لو ترابيز ايزوسيل، الترابيز ايزوسيل ده اللي عامل كده اهو، وعنده كوتيه هنا قد كوتيه هنا، اي حاجه ايزوسيل، ترابيز ايزوسيل او تريانجل ايزوسيل بيكون عندهم ان سول اكس دو سيمتري. دو ريكتانجل سون سوبربوزابل، امتى اتنين ريكتانجل يكونوا قد بعض؟ سي لور ديمونسيون. ليه بقول على الريكتانجل ديمونسيون؟ عشان الريكتانجل عنده لونجور ولارجور، ما ينفعش اقول كوتي سي لور ديمونسيون سون تيغال، يعني لو الديمونسيون بتاعتهم قد بعض، لو اللونجور قد بعض واللارجور كمان قد بعض. لو دياغونال دون لو ريكتانجل لو بارتاج ان دو تريانجل اي مالغري سا il n'est pas اي، ادي الريكتانجل وادي الدياغونال. الدياغونال ده بيقسمه لاتنين تريانجل، اتنين تريانجل مالهم قد بعض، قد بعض في ايه؟ في الاير. ليه؟ عشان الاير بتاعه ده قد الاير بتاع ده، قد بعض بالظبط في المساحة، النص ده نص الريكتانجل وده نص الريكتانجل، يبقى دو تريانجل دو ميم اير، ليهم نفس الاير. وبالرغم من كده الدياجونال ده ما بيحسبش ايه؟ نيبا ايه؟ اكس دو سيمتري. واتفقنا ليه مش اكس دو سيمتري؟ عشان الاكس دي سيمتري لازم يبقى زي المرايه، فانا لو حاطه الكوتي ده قدام المرايه لازم اشوفه هنا قدام المرايه، لكن انا شايفه كوتي تاني، شايفه الناحيه التانيه خالص، فما ينفعش، دي كده مش مرايه. طيب هنا اهو بلس اكس بلس اكس اكس بلس اكس 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 بلس اكس بلس اكس اكس، يبقى هعمل بلس هنا اكسايه 2 3، وبعدين نرجع واحده 2 3 بلس اكسايه بلس اكستين، وهكذا. صعب ده، هبل لعب. تريانجلين ودايره، تريانجلين ودايره، يبقى تريانجلين ودايره، تريانجلين ودايره. نكمل، بيقول شوازي لا بون ريبونس دو لوزانج ا كام اكس دي سيمتري؟ اتفقنا اللوزانج عامل كده، عنده اكس كده واكس كده، يبقى عنده دو اكس دو سيمتري. 530 533 536، ايه اللي بيحصل؟ بزيد، بزيد كام؟ هنا بزيد 3 وهنا بزيد 3، يبقى سيتام موديل كي اوغمونت دو كام شاك فوا؟ بيزيد 3، اوغمونت دو 3. لاكس دو سيمتري دو ترابيز ايزوسيل، ده كده اهو ترابيز الايزوسيل، لاكس دو سيمتري، اتفقنا اي حاجه ايزوسيل عندها اكس دو سيمتري واحد، وبيكون ماله للباز؟ بيكون بيربانديكولار عليه ولو كوب ان سون ميليو، يبقى هنقول بيكون بيربانديكولار على الباز.
لو ترابيز ايزوسيل ا كم اكس سيمتري، اتفقنا ترابيز ايزوسيل اي حاجه ايزوسيل عندها ان سيل اكس دو سيمتري. طيب ميتي جوست او فو شاك دو كوتي اوبوزي دو باراليلوغرام، باراليلوغرام المايل ده كل اتنين كوتي اوبوزي عندهم ميم لونجر، عندهم ميم لونجر وباراليل لبعض. ان تريانجل اكوتانجل، اكوتانجل يعني كل انجلاتو ايجوس وغنطاطين peut être superposable avec un autre rectangle. Il faut être superposable avec un triangle rectangle. Là, les triangles sont parce qu'ils sont superposables. Bah, ils sont quand même le même type. Il ne peut pas. Le nombre d'axes de symétrie du carré. Nombre d'axes de symétrie du carré. Et du carré 1, 2, 3, 4. Il y a 4. Égal le nombre d'axes de symétrie du rectangle. Et du rectangle. Il y a quelque ou quelque. De base, il y a 2 ou il y a 4. Voilà. Fou. Le triangle quelconque. Triangle quelconque, le col côté fime S. A trois axes de symétrie. Là, il y a trois axes. هو l'équilatéral. Il y a كل حاجة زي بعضها. L'axe de symétrie du trapèze. Isocèle est perpendiculaire à sa base. L'issaïlène. Trapèze isocèle. Ou l'axe de symétrie become perpendiculaire à la base et le coupe en son milieu. طيب هسيب لكم انتوا ده بقى تفننوا فيه، انا قلته قبل كده وحليته، اللي هو تقولوا لو نمبر داكس دي سيمتري بور شاك فيجور. دي سهله ومرسومه عندكم في الورق اللي متصور في الفيديو اللي فات، يا ريت ترجعوا له وتذاكروه وتعملوه. دكار كده هتكون خلصت الريفيزيون على اليونيتي. هستنى منكم تعليقاتكم لو في اي حاجه، لو في اي كومنت على اليونيتي.